والتشبث بالحكم، فقد استجاب المغاربة بكل تلقائية وبروح مطلسة لها من تأنيبها ولكلامها جاءت من الإحسان الثاني قيد الله ظهر، فأثبت العالم قدرة المغرب على رفع التحديات ودخول التاريخ بمثيلة سلمية تكللت باسترجاع القائم إلى جنوبها. فالمسيرة الخضراء ليست مجرد حدث وطني بارز في مسار استكمال وحدتنا الترابية، إنها مسيرة متجددة ومتواصلة بالعمل على تفسير مغربية الصحراء الصعيد الدولي وجعلها قاطرة للتنمية على المستوى الإقليمي والقاري. وقد عرفت السنوات الأخيرة تطورات ملموسة على عدة مستويات، فعلى مستوى الأمم المتحدة أقبلت القرارات الأخيرة بمجلس الأمن المقاربات والأطروحات المتجاوزة وغير واقعية، كما أكدت على المشاركة الفعلية للأطراف المالية الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، ورصدت بشكل على أشرف فيه الحل السياسي الذي يقوم على الواقعية والتوافق، وهو ما ينسجم المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تحظى بدعم مجلس الأمن والقوى الكبرى باعتبار الخيار الحقيقي الوحيد لتسوية هذا النزاع. أما على مستوى الاتحاد الإفريقي فقد تخلصت هذه المنظمة بفضل رجوع المغرب إلى بيته الإفريقي للمناورات التي كانت اليوم. كان عندنا لقاء مع خطاب جلالة الملك الله ينصروا لينا، خطاب الذكرى اللي تيوضح لنا فيه باننا حنايا وصلنا ل 85% من الدول اللي اعترفتنا بحقنا في الصحراء، حمدنا الله وشكرناه، وحنا راه جنود مجندين وراء جلالة الملك مع جميع المشاريع والاستثمارات والأنشطة اللي عطانا على أساس أننا خصنا نخدموا عليها كمجتمع مدني ونساعدوا فيها، وحنا جنود مجندين وراء جلالة الملك. حنا اليوم جينا حضرنا الخطاب ديال جلالة الملك محمد السادس نصره الله اللي أكد على مغربية الصحراء، والشيء اللي تزكى عبر من طرف عديد ديال الدول اللي دارت القنصلية ديالها في المدن الصحراوية كالعيون، وطرق العديد من المواضيع التزكية ديال الحدود الجغرافية والبحرية، الشيء اللي صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا وحنا على العلم ديالو به. وحنا كشباب كنأيدوا جلالة الملك محمد السادس، وحنا موراه الصحراء مغربية. فاتنا حضرت عيد المسيرة وزعما انا فرحان بزاف حضرت في ارض الوطن في بلادي باش نحضر عيد المسيرة، وفرحت بزاف في هذا النهار. احسن نهار عندي في هذا النهار هو عيد المسيرة، حضرت مع الاخوان كباشا كقياد كعامل عمالة اقليم واسق، اخوان صحفيين قضاء من ناحية الدرك الملكي، جميع الناس ديال السلطة تنشكرهم بزاف وتنشكر سيدنا الله ينصره الله يخلي لينا والله يجيب الشفاء، ونطلبوا الله ديما الله يشافيه لينا ودائما تحت الشعار الله الوطن الملك.